اشتغلت في بعض البلاد العربية مدة 4 سنوات ولم أصم شهر رمضان في هذه السنين الأربع، والسبب هو العمل الشاق والحر الشديد ومتاعب الأكل والغسل، فماذا علي الآن؟ إذا كان هذا متعلقا بسؤاله السابق وهو أنه كان لا يصوم يوم أن كان لا يصلي، فهذا كما ذكرنا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستقبل ما بقي من حياته بالمحافظة على الصيام والصلاة وبقية أحكام الدين. أما إذا كان ليس عليه قضاء؟ ليس عليه قضاء، لأنه فيما سبق ما دام أنه تارك للصلاة عمدا فهذا خارج من الملة، لا يصح منه صوم بدون عذر يعني؟ بدون عذر، عمدا متعمد ترك الصلاة. أقصد الصيام يعني؟ الصيام لا يصح منه لو صام وهو لا يصلي. نعم صحيح، الصيام حتى لو صام وهو لا يصلي لا يصح منه الصيام، لأنه كما ذكرنا يعتبر خارجا عن الملة، لأن يعني الذي لا يصلي ليس بمسلم حتى لو صام. أما إذا كان تركه للأشهر من رمضان في سنوات متعددة بعدما تاب إلى الله عز وجل وحافظ على الصلوات فهذا يقضي ما ترك، لأنه يجب عليه قضاء ما ترك. إذا كان هذا بعد توبته، بعد توبته من ترك الصلاة فهو يقضي ما وجب عليه. أما إذا كان تركه للصيام قبل توبته فهذا يعتبر مع الصلاة لا قضاء عليه فيه. نعم.